بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله. العنوان اسميس العيد السعيد. استقبيليس العيثة مرفوح. سؤال مطروح، آمش أريلي العيد سعيد؟ ماشي ذا كان ثنيني العيثة مرفوح، سعيد سعيد، عيد مبارك إلى آخره. أمشي لثيري البركة، أمشي لثيري لهنا ثلويث السعادة، لن الشروط. من أهم هذه الشروط، الشرط الأول هو النية. النية أي غرز ورغضي سخطر نسثي ذي الساس فظلي في لقس النية باش أصغر القرآن أصف المصحف يريف أسنيك إلى قنية لله. ما إلا غتزلوض العيد الأضحية لله، مدحو جض لله، ما تزمض الأيام أجي المباركات والسنقي رمضان دي السماء كانت السلامة ما كانت حصام الساعة لجر ذم قرآن ذم قرآن. ما إلا فاذ موري زميرا ذي وزان والسنقي مقارا ذي وزان أسن عرفة ذي يندن في صلى الله عليه وسلم فكاد بشرة إنك ربي ذي يعفو إذن دمي وزامن أسقوسي عدن أسقوسي دهدون. يعني استثمار مشروع استثماري عظيم. ونري وزامن يونواس يوم عرفة أسيا فوربي أسقوسي عدن أكذو أسقوسي دهدون بلا ما يشمي التفاصيل بالكبائر والصغائر، ولكن عند الله عز وجل كل شيء ميسور. ربي قادر أن يغفر للإنسان الصغائر والكبائر، لأن وعد الله حق، وربنا قال في أي القرآن إن الله لا يخلف الميعاد. طيب، إذن النية مثل النية قلوان إن شاء الله تسيد قلوان أمشار سادين والسنقين إلهان عزيز غلايان أمشار صرحب سواسن العيد ثم قرآن العيد الأضحى المبارك. النية الصادقة عامل أساس في تحقيق البركة وفي تحصيل السعادة المنشودة. باش ذي العيد ذا مرفوح، ذي العيد اللهنة، ذي العيد التلويث، الشرطة من زوم أم زوارو ذي النية. ونفي عليه الصلاة والسلام يناد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وربي ينادي القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نمس فهم؟ أي غار خطر ربي سبحانه يتقبل أنصاف الأعمال ولا يتقبل أنصاف النيات. ربي ذي قبل ما تخذ مشويط الخذ ما أما ذي الطاعات أما ذي المعاملات أما ذي الخير ما تخذ مشويط سيفك ربي الفاركة. ولكن أريد قبل ربي شوطن النية أنكار نغان سيزيام نغان ويتيام إلا قنية سيلي خالصة لله. أو كنت في غدي الوايض في سورة الكهف الآية 110 آخر آية، فمن كان يرجو لقاء ربه أشهدنا ربي فليعمل عملا صالحا عملا صالحا بلا تحديد ولا تقييد نخذ ما يصلحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أثنى مسفهام الشرطة مزوارو باش ذي العيد ذا مرفوح أسيلي العيد سعيد إلى قنية. أي غردني هو لقي بخطر إزمري ونادي مشتي نغسيني كهث السعادة ما إلا وغدخر فيهم قرآن ما إلا بوغد النفسة تجريطي والراشي قردان ما إلا زليغ الزقر نغزليغي كريس على الشيوان في قلقي أدسن تم بعد النية. أن بعد النية خطر النية الخالصة الصادقة لله هي أساس تحقيق هذه السعادة أو تحصيل البركة باش ذي العيد مبارك. شبير بيث مثل يريذون ما يقول كل شيء سعاد ولكن ثفضات السد ويثيره لنا الساعة فران يرقز نثلاوين قبل العيد سمانة عشر أيام ثوركا خرفن العش سن روحا ويسد عشر يزقارن
أو يسدلو زين نلقش نلبسا أهل طريونا ما قذي لي هنا ذي المحال أريد تهني نتسا ولا ثمطوثني مس براويس ولا غراويس ولا ما يهنا نتسا ثمطوثي سوثهنا غرا ولا ما تهنا نتساث الرشور هنا نرى يخرف العش يخرف العش صافي ذي النهاية سمحتي يا ثماثن أقلق ذا ثماثن نهضر كان أماكن بكل صراحة أين إلا دقولة دي فغيلس يعني مباشرة لهنا نغ السعادة ماشي ذي الماتريال ماشي ذي ذري من ذي الصنعان يولواس مشاهو يروح يوني المزير يوم بمغار أسمي الله مغاري ساعة غزال ذي جديثنا ذي الشرعيث أمغار سيمي تسيمغور سيمي سعو غزال أما دخلت وشلت ذا مغار نغثى مغار أما ذي الحومة أما ذي قذروم أما ذي ثدرث أما ذي العرش أكين ساعة الفلاني ذا مغار تشاور تمدن تقدر تمدن أما ذا مغار أما تسمغار ولكن روح يا زمان جي يا زمان يغلق المنصي ضارا لا نسى ذي الوقت تمسلاي غذوان إي مغارا إلا ندق خامن كمغارا وسيدي الصحارى أذي عقذا كذوا الراويس ولا كذوا الراو براويس ولا كتفاميلتيس أثنايذ ذي خامن ومقارا دور الرحمة أولاقي ذي العوجي تعوج الدونيث تعوج السيرة قمذانا وما ماشي ذا خم الرحمة دار العقوق ماشي دار الرحمة خطر لو كانت الرحمة في القلوب ما احتجنا إلى بناء دور الرحمة ونحواجارا أنسوا غيخا من الرحمة لو كانت الرحمة تقولون مدني غا ولا قيدين تحصان وسمحتي تقول سناقي لأنه قال دوبلين لادوز اللي كاشيني باش هذه تسوياك وان دايلا هذه قمام درويش مسكين هذه شوية المقوث الكاشي هذه سعدين العيد خطر ذي العيد تحريك السام وقرني في قبالي ما فرع ذا ما فرع ذا أتوث ما فرع ذا ثقناوث أدفك الهواء ما فرع ذا السام أدفكي مطاون السن العيدة في سعديون فران يوراويس يتواشلتيس ذا شو ذي العيد ذا شو ذي العيد لذلك جماعة الخير سمحتي يصلي وفن في صلاة الله عليه وسلم السعادة يسقسي وني روح سمارة زمني يبو يستور قدس ثورة يكتب ذيكس أكوين الهان ذي الدونيث يكتب ثازمرث صحة يكتب إذريمن دراهم يكتب الدرية الذرية يكتب الشهرة يتوسم يكتب كل شيء كاين لان ذي الدوني ذي لها أبري في كاتسي ومغارز مني إني أسوين يكسفنا كل شغالاقي ما ذي هني ما ذي لي سعيد هل يحقق السعادة بطيبات الدنيا وبملذاتها المختلفة أم غارني ميجرب يخدم ساكن ياس خاطي إن ياس لهنا غتسن دخل بول ثالويثة تسن دخل تنفسيث ما يهنى وليش يهنى الخطريش الخير الربح ما إلا لهنا ولا شي تقول لغ الولاون ذي المحال أذي لي فلاد ميهنى ولا ما تفكر أصل الرزاق الدنيا مرة الرزاق الدنيا تعاونا ما سيادة خميل هان سيادة طوموبيليل هان سي نورمال تعاونا تعاونا بلا شك ولات الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدي مسير في الشوالاقي ثلاثة من السعادة في حديث ابن عباس في حديث عائشة الأحاديث كثيرة إلى وان دي فذر مثلا المركب الواسع من المركب الهاني المسك الواسع خامي وسعا إلى وان دي فذر الزوجة الصالحة الزوجة الصالحة أتصن تمثال ولكن في قادة مرة أتعاونت ولكن لهنا ثم قران تتفذو سقول سقول أخطر ذي نفتي لهنا وربينا ذي القرآن الكريم
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أكايف مثلا زربت جمانيك في كل صفدي خصيت كل شيء ولا شيء شو سعيد ولكن يهنولي رحمة ربي فهالناضي صوذ ميك يا أخي قرنك في قبيلة مصديث ولون الشبح وذماون يهنولي مرتاح زل ذي الوقت ما شاء الله ستصد في رجال علي الخير البح ميثيك ولا صفدي مانيكي ونشوال يوث القرة غص سعيد كل شيء للدنيا ولكن السعادة ليست هذه خطر زماني والشاعر وشيث وقور أشو سينا إن وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام وقيد ونمي يعرقوا فريد إن دولاقي من الشض يغلظ يون الرئاسد يخدم مثلا رد رسمه يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب النفع ممن فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان في صلى الله عليه وسلم إلا كذا بوكر صديق ذي الغار يمشوا من المشركين سنذين فلاس تقليف فلاس يفادي من اسم ذي الغار ماشي ذا طابي ماشي ذي الحرير ماشي تصادوت ولكن شو يضران يحكي ضرب بثما شهوت ذي القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها نفهم الرسالة إذن أيثمثا النيات أدو غلغل مثل النية ربي سبحانه أذي قفل خذ مثلا مشطوح سنية يلهان سيد الأجر مثلا إلا يونيك الليل للفقير ورسالة مشاري قفل العيدك أسين ضيك ما غروح ورزمير غارة هذا الصفرحة وكيك الليل مشاك صفرحة ويضا صفرحة ويضا ما فرحان ياكو أصدغض الفسان يوراويز أهات أصدغض شوية بكسون ولو كان 5 كيلو 4 كيلو ما الزمر داس داو داخر فين هذه هو الاضحيه مول الزميضاره هادشي الشيخ مشريون يلا هذه 4 يذنا غادنا واخر فيون كشام مليونه 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 مليون انا الصفرح يوف تفاميت الفرح نوراويس وكذا ذا يوم الزمره على بالك تخلط الخدمه ثم شطوح اكنت الصفرح كي فرح ربي اخطر رب عمل صغير تعظمه النيه ورب عمل كبير تصغره النية إذن النية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وربنا قال في أي القرآن في سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الحمد لله طولق شوية ذي سخطر إلاق سجل الصح ثورة النية الشرطة مزوارو باش هذه العيد ذا مرفوح هذه العيد سعيد ذا النية لله إلا الشرط وايض ذا شوث التزام الطاعات وسائر العبادات والباقيات الصالحات يوم باولي جمعيت انت دياك والسنة كي غلاين وين زمرا اذيو زوم يلها وينو نزمير راه غادي يجتهد امشي وشي تفاثر غاصنع عرفه ما يقدر ربي اسكواس غنعيش عرفه سير قابل بالك كنت عايش راه فرصه والحياه فرص صافي الى قال ان فارس تاغليت وسكواس ذي الخير ذي الطاعين من زمان وهذا غيعفو ربي اسكواس يعدن وسكواس يدي الدون تاكي هبه ربانيه وهذه من عطاءات الله وعطاءات الإله رب سبحانه عز وجل لا تعد ولا تحصى ثقي إذن تمز ورث الصيام والذكر والتكبير خاصة قولنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، نكثر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أين الصنضين الزمرد نثيد؟ كبر الله سبح الله عز وجل في هذه الأيام المباركات لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يلا هاتان تاكي سبثي سناث باش هذه العيد سعيد العيد تمربوح سبثي خاطري غير ما لا يود العيد نكوني لا من الغافلين تسع أيام كي مزوره جامين في ربي سبحانه غافلين لا. وربنا في سورة الأعراف الآية 205 إناد ولا تكن من الغافلين حذرت سيليض سي الغافلين. طيب تقي العامل العامل والسين العامل والثلاثة وهو مهم جدا وهو صلة الرحم صلة الرحم ثاقث وعر مليح يزمرك نيوان آخر في بوغثيد نغيو غدا الزقر ذي سبعان هذه خمسة يثنا اللي بسي ورشت الله كل شيء لا ميست النظا إي ما كني إي بابا كني إي وثمثنيك الرحم يستماك في وليين عمثيك خالتيك كين يحبس كين كلين مخاصان ألا ماذ يوم الدين ألا ماذ يوم القيامة الشحنة مقارثة تسمرني يشبير بيث مثل بشذي العيد تمر فوحث إلى قتل صلاة الرحيم صلة الرحم يوصيغد فلس ربي سبحانه يوصيغد فلس في صلى الله عليه وسلم لا أذكر النصوص كثيرا ربحا للزمن واستثمارا له والمعاني فقط لحبيث نوصلها مثلا نبي صلى الله عليه وسلم ديننا ليس الواصل بالمكافئ شو المعنى يس السنضيون ثم خلف ذاك ذا عميش أروح أترزر ورس روح سلم في اللاس غافريت سلم في اللاس أكيني خاطي أنك ماشي ذا رجاز نسى ذا رجاز أكيني خاطي ذا نسي لا قد يرزر غوري خاطر نسي ظلما لقيا كل كلام أول أقول سالة كل قيمة لا ذي شرعيت ولا ذي ثقفيلي ثا أتنسي ثقفيلي ثقارن شبحة برقات سير روزة شبحة برقات سير روزة سمحتي زوالة ثقفيلي ثا شبحة برقات سير روزة أرجزوني غلفني ماني ساسيني أكذل ضغط سمح أنا نجيلك نقولك سمح لي نسلم على رأسك سمح لي ذا شو خسر أرسي دي ربور خسر غالة البحر أرسي ثماثنا وكوغل المؤمنة سين ما شاء الله صافي شو خسر ثروك زوت نقسارة وكذا ولي مزوري دجان شبحة برقز سير روكزة شبحة تمطوث ذي لحية وقرنا والويض ويني جان إيجن جان اتفقنا اولا كنت قبيليث يسعى ضرر شرعيث هذا فتح الدليل ادله ماشي غير يوم دليل ربي نادي القران والكاظمين الغيظ ودينا راهو الفاقدين الغيظ يرفك دعمك يرفو نورمال يزعفك دخلك زعف ولكن شرعك يقر الى قد صوت لي فران مكابح باش تخدم ظلك سيداتك ذا الأرحام والكاظمين الغيظ زيد والعافين عن الناس العافين كيشو المعنى إيه ما تسمحو ماشي ينفر تحسيفين قارن تحسيف سيتادير السين ضل سلمه في لك هسا ما كي تسمح كثير تخدم دي كذا 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 يرنا بعد العيد وليس السين ضلك السين هسا كي كان دي العيد المغفر مي أبري كل يوم غسام كيس غلط ربي ندو العافين عن الناس العفو معناه المحو أتسمحو وتقول الشحنة وتقول انت اللي سيكاتريس وتقول يا الشامة سمح المسامح دين إلى قذير ذن ولا وان. طيب فقل عافين عن الناس الدرجة علينا أكثر اسميس والله يحب المحسنين معنتها أن تحسن إلى من أساء إليك هنا البطولة وهنا الرقي أن تحسن لمن أحسنت إليه سي نورمال وما جزاء الإحسان إلا الإحسان ولكن عند يعار ما تخدم ذي الإحسان
ميمي وينكني كيضرن غاس دي الثاملت يضرك الشيني استخدم الاحسان وكذي القران هذا فكره الدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشو دينا ليس الواصل بالمكافي المعنى يسمى شي وين كي دي زورنا تزورض وين اذا هذا ما الا انت تشري شيني تخيض ما انت تروزو شيني جفر ما انت سلوغو شزيزدي ما انت تهدو شفنو وعر شويه طه مثلها وكي مغار نزيك نحفظ في اللسان ربي يعلم اين غاري غسي مغار نثو في غار تكتابين الدين غاولي كو يقارنا هذا عيوز بلاك السليمه راه مليح اين غاري غسي مغار والله مو في غسي تكتابين قريت الجمعه قريت المنبر خطر مغار مجرب إغراضي لكل مدرسه اسمها مدرسه الحياه يسعى 90 سنه 80 سنه اكدي في كلا كريم لا كريم تذرثيس بروفيتي بروفيتي مجرب سال المجرب لا تنسى طبيب غراند مدرسه الحياه اعظم المدارس عيبها الوحيد تكاليفها باهظه اتغرض الدرس وكتخلص الغلاي اكا جماعه الخير صافي مزوره مي رحنا ذفرون ثالوث اكي خدمان ماشي كان ذي الارحام ولا ذي برا الغاشي تسمخلفان في ذريمان في الشركه في ثلاث في فاندو في تريكا في كلش في كل فوال ولا شوالو فوال ينادوال طف في القيره مثل طفض والو ولا شو مشكله كبيره حاجه خفيفه جدا ولكن اول يفرون ذوال امشي قارن مي رحنا ذرزون في قاذي مخلفان هذا السنين نرزد في اللون أنفنو أين يهدن وانجفر أين يرزن وانزيزدي أين لغن أنزيزدي أولوني لغن مزديث أولون أذ شبحا وذماون وانجفر أين يرزن وانخض أين شرين إلى آخره المعنى الشعار الهدف ينز هو الصلح وربي ذي القرآن يناد اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أكيد إنا ودينا لو تمخلف ثلاثة إن كبث مخلف مصالحة وينادي الله يظن والصلح خير جزء من الآية والنبي صلى الله عليه وسلم سئل إناس الصحابة ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين ما كنت خبرا سوين يفن نافلة أمام رمضان أمام الزليث أمام الزكاة نسأل عام يا رسول الله إناس خدمت الإصلاح مصالحة جمع التسد ويثيره لذلك مسات الصلح وقاذي فرانة ثني يهضر ربي باش دار ثيلا ونسم يكل خون الشيطان كل خاصي الشيطان نرتمطو فيك عادي نغدا ولا كي الزري غولي ويجرح يا ثمثن ومبلاش كولا ولا نتصلي ولا مجرح ولا ون قفل العيد لان وقاذي فران سي بون خرفن العشن سن على جال حجريا ديتو تافيها إما الزعامة الكاذبة نغ الرجولة المزيفة نغ ذوال ونكون زام ثمرت نغ ثورة والي تسويقة أوالي تهدو أوال خطير أشحال تريوني كفران سبا ذوال أوال يروح سياغ 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 سيت مطوث رطايل سكركا زوال طف ثبرات مطوث نغ يري مولان يري الدريان إلى آخره أي القرن مزورة أتونسيون أوال أوال يتفول يفنو يهدو أول يتساوي شوال أول يتساوي ثلويث أول الزيزدي أول سلوغو أول يتساوي لهنا يتساوي الفتنة ذوال ذين يغدينا ربي عسليمان ولا تنسيون أول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرع في السماء أبرين بعدين هذه الكلمة الخبيثة وكلمة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أم بعد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سورة إبراهيم الآية 24 إلى غاية الآية 27 وربي وقولوا للناس حسنا والله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت مي أشحال إجفضان يرتسد ويثيرو السبا ذا وال
ذا شو أمشى رايلي العيد سعيد ما يوني فريت مطوثيس قيم دواراويس نغ النفس النفس هذي عقدر مطوثيس النفس هذي عقدر غورس وقي عيد سعيد وقي نغوين نغ نفافاس اليماس دواراويس إلى آخره ضياء دينيق لا يمكن أن تتحقق السعادة في العيد ما العش يخرف ما يخرف العش ورتسيل يالا لهنا ورتسيل يالا الفركة لذلك ركزغ فتاقيت مثلا وقي السبا ثيس ثلاثة ثيس ربعة سعى الأهمية تم قرانت ذا شو تايت مثلا إلى قان صفراح يقليلا لن يوجيلا وسعنا راغي بفاثا أسقواسي عداني سعى بفاس يغاز للعيد أسقواسي سعارا ذا وجيل من ولا وجيل لقد المكتين محمد صلى الله عليه وسلم وجيل يعاش ذا وجيل يتوصي في وجيلا إلى قصنا غوال في صلى الله عليه وسلم أي ثمثل وين صفرحنا وجيل وين صفرحنا ثجات يصفرها موضين أم غفون ذقو سنة قيل العواشر يسعى لجر ذم قران ذم قران ذم قران عند الله عز وجل وربي يرضى عليكم يلي فرح هؤلاء وعلى بالكم في عصاة السلام استقصاتي ونصحبي إناس أحب الناس إلى الله أستقصي واضي ناس أحب الأعمال إلى الله إناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أنوك حمل ربي يطاس ونس إنفع نوياه ذا شو الخذ منك حمل ربي يطاس وين ريسكش من الفرحة أتصفر هذه ماكين سلام والتمكين سلام ذا مغفون ذا وجي تجال ذا موضين إلى آخره أكنث من الصفرح أغي فرح ربي سبحانه عز وجل أك خطر ما إلا نكونين هنا ويظهر هنا نرى يخص العيد هني تخص الفركة تخص لهنا تخص السعادة أكره العيد سعيد ثيس خمسة ثان قاروث باش هذه العيد سعيد إلا قد نطبق الشروط الشرعية وكل القواعد الطبية والعلمية إذا قد تصبوا الشروط الشرعية سلم ثنتاكو ما دوض خرفين غشرين غازقر ما كذا إلى قد يسعوا الشرع إلى قد يلي أضحية طيبة زدية صفاء وسالة لا كثير إلى آخره وسطو الغرف ثقي حاجة أخرى أدوض شرارا غي خرفيا وإلى قد تمشتاون ونسان الشيون أكد ونسان الشيون وإلى قد مشتاون لا يجوز تمشتاون خرفيا على كل حال ماشي يوم لو قيس خدام الشغل لقي وراش الراش هذا يلعب سوف خرفي ما عليش متقبل راه باش ذا غخر فيه لان قواعد الشريعه امشي الموسى اللي قاطع امشي بسم الله والله اكبر مرز وذخر فيه القاضي حضر كماس ماشي لي سبيكتاتور ادوض الغاشي 20 40 غاشي الدويره دينا مسكينه خرفه ديال قواد قاطي غرس شويه القران الخير الربح تلقي ثابت علميا شرعيا وعلميا بسم الله الله اكبر سعدي دخر فيه يونيون بلا ما ولا كماس امشي نزل خاطي الرحمه بالحيوان الرحمة بالإنسان والرحمة بالحيوان يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ماشي كان ينغى كبشر حتى الحيوان يحتاج إلى رحمة وكذلك ميلنا نخدمك يعني الأضحية وكذلك قنزيز ديام كان إلى قد نفكر السيفيزم نقارن سيفيزم حضارة ما شغل سوالين مدن كنو سدي ثارة ونتحافظ على في الصحة ونتغارى والي الطباء لمدسة سيدي زيكسبير خبراء أغد قارنا مشان نخدم البياطرة المختصين ذي البيطرة كيف كيف هو قال لك ذي مسناون يغدينا ربي إلى قاتل تستقسيم خط ربي الناد فاسأل به خبيرة ولا ينبئك مثل خبير ما شان جغر في نيزان غير ذايان أكرمكم الله وكذا يظهر من ذكرة إن كان دسن يقجان ذاوين لهلكات أن تهد ثزمرة النغ سيفسن النغ وإلى قارنا ما شان بدنا نتقن صحاب البيئة لونفيرون ماكينين لا الشرع نغلى ذي كلش ولكن داخل الخبراء مرحبا يسلى سلام انسان الى قفز دي لا ننسل من دي الخارج دي كندا دي فرنسا الى اخره هذا ساكن يلوذن في الاسلام هذا السمسنا كي يذمن الوسق ما ذي الباطي ما ذي البنوار يستردنا كلش يبوشي كلش اخي نسي دي ميزيلمان وقال دي ميزيلمان فكان دي يلوذن نكون قد نفكو ذمي الهان يشبحن زديا اما في ثمورث النغ اما فري ثمورث النغ يشبه ربي كا خاطر ما يولي يوري قدرار القواعد الصحيه هذه في منسي سبيطر هذه الشيء المكان اللي يمسن هكا ذكاغ نو تاع كيداره هذا هو لوبيتال ليزيرجونس من بعد الشوال ذوك خا ما يغرى خويا هو هرب هذه عدي العيد ذا مرفوح باش هذه العيد ذا مرفوح العيد تا مرفوح عيد سعيد في كذا اهم الشروط ذكرناها
في لقاء اليوم المبارك في النهاية الختام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويحبها الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم زدنا إيمان وتقوى ويقينا. اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض. عيدكم مبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.